احنا النهارده جايين نتكلم عن فارس السينما المصريه، خطر الدول العربيه، بيكسب العربيه الذهبيه، اي حاجه هو الاول فيها، عن برنس السينما المصريه احمد السقا. احمد محمد صلاح السقا، مواليد 1 مارس 1973. والده يبقى الفنان الكبير صلاح السقا مدير مسرح العرايس، وجده يبقى الفنان عبده السروجي. خرج احمد السقا من معهد فنون المسرحيه سنه 1993، وبعد ما اتخرج من المعهد عمل شويه ادوار صغيره كده بس يعني اللي هي لا تذكر، لحد ما شافه اهم حدث الكاتب الكبير اسامه انور عكاشه، وراح جاي كاتب اسمه كان بيتفرج على مسرحيه اسمها خد لك قال، وشاف احمد السقا فيها طلع موته وكتب اسمه وقال لما انا هعوزه هفتكره، لحد ما قابل المخرج محمد فاضل ورشح له احمد السقا، وبالفعل محمد فاضل اخده وخلاه يشارك معاه في مسلسل اسمه النوه بطوله فردوس عبد الحميد سنه 91، وسنه 96 يعمل مسلسلين مع بعض، يعمل مسلسل اسمه مين ما يحبش فاطمه بطوله شيرين سيف النصر واحمد عبد العزيز، ويعمل مسلسل تاني مع دكتور يحيى الفخراني اسمه نصف الربيع الاخر، بس احمد السقا عمل فيهم ادوار مش كبيره قوي بس كانوا دورين حلوين، بس برضه حس بالياس في الفتره دي وقال انا خلاص هسيب التمثيل وهسافر بره، وقال انا هحضر اخر يوم تصوير واخد الفلوس، وبالفعل راح حجز تذكره لامريكا وما قالش لاي حد على الموضوع، ما كانش فيه غير اتنين صحابه منهم طارق لطفي اللي هو صاحبه لحد دلوقتي طبعا، قال له بص انا هسافر من غير ما اقول لحد وانت هتاخد عربيتي بيعها وادي الفلوس لابويا وامي في البيت. فعلا احمد السقا حضر اخر يوم تصوير واخد الفلوس، وكانوا كلهم على بعض كل اللي مجمعه 600 دولار، وكان رايح امريكا وعنده خاله هناك، بس هو ما كانش قايل لاي حد وعايز يعتمد على نفسه، وفعلا سافر احمد السقا وقعد 3 ايام في الشارع، ولما ما عرفش يعمل حاجه راح مكلم خاله، قعد مع خاله فتره طويله واتمرن هناك في نادي كوره، وكان بالنسبه لهم عشان لعبه كرة القدم مش اللعبة الأولى بالنسبة لهم زي ميسي هناك، وطلعوا له ورق وبقى عضو في النادي، والدنيا بقت جميلة جدا، والسقا قال أنا هكمل في الكورة هناك، لحد ما ينزلوا المسلسلين. أياميها ما كانش فيه غير القناة الأولى والتانية، نزلوا المسلسلين في رمضان وأحمد السقا اتشهر جدا وأخد جايزة أحسن وجه جديد، أبوه وأمه يكلموه يا ابني ارجع أنت بقيت هنا معروف مفيش، يا ابني ارجع يهديك يرضيك. طبعا هم كانوا طول الفترة وهو في أمريكا بيحاولوا يرجعوه بس هو ما كانش راضي، لحد ما خلوا حد معين السقا ما قالش اسمه يكلمه في التليفون وقال له انت بقيت نجم، المخرج الفلاني بيدور عليك والممثل الفلاني بيدور عليك، واحمد السقا بالعربي كده خاله قالوا له كروشو عشان خاطر يجي، وفعلا اخد شنطه هدومه ووصله المطار، والسقا ركبه جه، والمطار اللي كان وهو رايح فيه امريكا وقفوه لانه استغرب رايح طالع امريكا بشنطه اند باك في ايده كده، وقفوه وفتشوه وقعد شويه في المطار، وهو راجع يفوجئ ان هو بقى نجم. اتفضل يا استاذ احمد ممكن تمديني الاوتوغراف ده، ممكن اتصور معاك، والتصوير ايام ما كانش كتير كان بالكاميرا فوتوغرافيا بقى ايام زمان، والناس كلها بتجري ليه عشان يمديله فوتوغرافات والناس تختم له وتفضل، وهو النقله دي هو ما حضرهاش لما بقى نجم هنا ما حضرش الموضوع ده، وفعلا اخد السقا نفسه وروح لابوه وامه قال لهم ايه اللي حصل، وفهموه ان هو اخد جايزه احسن وجه جديد وان الدنيا خلاص في التمثيل وقف على رجله فيها، وقعد السقا وابتدت رحلتنا من هنا. وسنه بقى 98 يعمل مسلسل بطوله هو ومنى زكي، كان بيناقش قضيه مهمه جدا، اياميها الجواز العرفي في الجامعات انتشر، والجواز على شرايط كاسيت يسجلوا هما الاثنين على شريط كاسيت وكده هم اتجوزوا، عمل لنا مسلسل جواز على ورق سلوفان هو ومنى زكي، والصراحه المسلسل ده انا فاكره، انا شكلي ممكن يبقى صغير بس انا كنت ايامها موجود، المسلسل ده كان حلو جدا ونجح جدا والسقا نور اكتر. بس برضه سنه 98 يعمل ايه بقى؟ يعمل فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، واللي ما حضرش الفيلم ده والضجه اللي عاملها الفيلم ده فاته كتير جدا. فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه اياميها السينما ما كانش بيخشها ايرادات، كان اول حد يعمل فيلم ويبتدي فيلم بجد ويجيب ايرادات كان محمد فؤاد في فيلم اسماعيليه رايح جاي، بعديها طلع صعيدي، بعديها الدنيا فتحت بقى على الاخر، كل نجوم صعيدي في الجامعه الامريكيه طلعوا بقى نجوم زي منى زكي وغاده عادل واحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي، كتير جدا كانوا في الفيلم ده طلعوا من تحت محمد هنيدي، ومحمد هنيدي طلع من تحت محمد فؤاد، والفيلم يفرقع ويضرب جدا، ويعملوا بعديها سنه 99 فيلم همام في امستردام، والفيلم ده كان نقله لاحمد السقا، عشان دور احمد السقا في الفيلم ده الصراحه هو عرف يخلي الناس والمنتجين ياخدوا بالهم من لاين ما كانش موجود في السينما، الاكشن، يعني اياميها كده ايام صعيدي في الجامعه الامريكيه وهمام ارجع كده شوف مين كان بيعمل اكشن، ما كانش فيه سينما اصلا، ده محمد هنيدي ومحمد فؤاد هم اللي افتتحوا السينما، واللي طلعوا من تحت فيلم محمد هنيدي هم اللي بقوا النجوم اللي لسه هيبتدعوا كل حاجه، السقا اخد لاين الاكشن في مشهد كان المفروض راكب فيه عربيه وناس بتجري وراه، وصمم ان هو اللي يعمل المشهد بنفسه، كان نازل من زي من مسافه عاليه كده بيضرب في عربيه ثانيه، يعني حادثه، العربيه فلتت منه فنزل في عربيه ثانيه وعمل هو المشهد
شده، بس المنتجين والجمهور اخدوا بالهم ان السقه في الحته دي جامد جدا، وكان طالع من الدور ان هو يبقى بشعره ومسبسب وبتاع، دخل على همام في امستردام وراح جاي حلق اقرع ادريانو، وادريانو نجح مع الناس كلها عشان خاطر بعد كده شركه العدل تيجي تخطفه ويعمل فيلم سنه 2000 شورت وفانيلا وكاب، اول بطوله لاحمد السقا، وكان بيسنده معاه شريف منير كان اياميها بطل كبير، واحمد عيد ما كانش اول ظهور بس كان اول بطوله، والفيلم ينزل وياخد فئه كبيره من الناس ويعمل دور مهم جدا. احمد السقا بالفيلم ده عرف العالم كله ان في حاجه عندنا اسمها شرم الشيخ، كانت بدايه السياحه خلي بالك في شرم الشيخ، ولحد دلوقتي في صخره باسم شورت وفانيلا وكاب، الصخره اللي السقا كان بيطلعها. الفيلم ده انا كنت بتفرج عليه وانا يعني شاب كده في مثلا 15 سنه ولا حاجه، لا الفيلم كان يوهم وكل الناس كانت حباه، وايام زمان بقى افلام ما كانش فيها مشاهد جريئه ولا كل الكلام ده، والسقا يمسك اول خط في النجوميه وانه يبقى بطل يشيل فيلم لوحده، لان الفيلم بينجح جدا جدا جدا. نروح بعيد للسنه اللي بعديها 2001، يعمل فيلم افريكانو هو ومنى زكي واحمد عيد برضه، والفيلم ينزل والسقا كل فيلم ليه يصمم ان هو يعمل الاكشن بتاعه ويبقى اكشن اصعب من اللي فات، وطبعا كل البنات ما تقدرش تنسى نطه الشلال بتاعته اللي السقا عملها بنفسه وكانت حقيقيه جدا، بس يجي في 2002 ويعمل فيلم اشد في الاكشن وهو فيلم مافيا، هو ومصطفى شعبان ومنى زكي. مصطفى شعبان اخد جوائز كتير على الفيلم ده، بس السقا اخد جوائز اكتر. الفيلم ده عمل فيه اكشن غير كل اللي فات، يعني لو رجعت الافريكانو والشورت وفانيلا وكاب ما كانش فيه الاكشن بتاع مافيا، وفيلم مافيا السقا عمل فيه تمثيل غير الجهد الجسماني، او الصراحه عمل الاثنين مع بعض، اخدنا بالنا ان احنا عندنا ممثل قوي، بس الفيلم اللي خلى الناس تاخد بالها جامد من السقا جاي له في السكه. ولا جاي له في السكه ليه؟ هو الفيلم اللي بعديه سنه 2004 يعمل تيتو، نقله ثانيه في صناعه السينما اصلا. الفيلم ده فيه مشهد بتاع كوبري قصر النيل كان متصنف ان هو اغلى يوم في صناعه السينما، لان هم كانوا مأجرين الكاميرات كلها وقفلوا كوبري قصر النيل في ميدان التحرير تقريبا للاوبرا، عارف يعني ايه تقفل كوبري قصر النيل، ومجهزين كل حاجه، واللي كان هينط كان دوبلير ما كانش السقا، وجهزوا المشاهد وفي غطاسين تحت والدنيا كلها تمام، بس لما جت دوبلير عشان ينط قال انا مش ناطط. نعم يعني ايه ما انتش ناطط؟ لا خاف، لان الموضوع طلع ان انت مش تنط وخلاص، الموضوع طلع ان تحت في سياح حديد لازم تنط في بؤره معينه، وان في ناس مستنياك تحت، لانك ممكن لما تنزل ورد النيل يمسكك، وتحت في النيل الدنيا ما بتشوفش، يعني لو فتحت عينك انت مش هتشوف حاجه، الموضوع يعني مش قصه هنط من فوق وخلاص. الدوبلير قال انا مش ناطط، طب والتكاليف دي كلها؟ يعني اليوم فركش جه السقا وراح جاي قايل مش هنفركش يلا بينا انا هنط، هتنط؟ اه هنط، وراح جاي بالفعل السقا ووقف وعمل المشهد ونط ونزل، وادوا التعليمات طبعا كل ده على الهوا، مش واخد تعليمات من قبلها بيوم او فاهم حاجه، ونط السقا ونزل والغطاسين جابوه وطلع فعلا وراح على الكرفان بتاعه، لقى معتز التوني كان مساعد مخرج اياميها بيخبط تن تن تن، استاذ احمد ممكن لو سمحت طارق العريان بيقول لك نعيد المشهد تاني، نعم نعيد المشهد تاني، ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ اصل الكاميرات ما جابتكش قوي، ما كانوش عاملين حسابهم ان وهو نازل سرعه الجسم مع الكاميرا مع ايه ما اتصورتش، قايل لهم ماشي وراح عايد المشهد تاني. الله اكبر الله اعظم، اخلص الاذان واصلي ونرجع تاني انا تاني، خلاص ماشي راح جاي لابس الدبل اللي هو الطقم التاني اللي بيبقى جايبه، لازم من كل طقم بيبقى جايب دبل او تريبل عشان خاطر ايه لو اتقطع حصل حاجه يعرف يعيد المشهد، وفعلا نط تاني احمد، او بيقول لك تاني مره كان خايف اكتر من اول مره بكتير، ونط فعلا احمد السقا وطلع لقوه تاني، جاء معتز التوني ايه عايز ايه يا معتز؟ قال له استاذ طارق بيقول لك ممكن تلبس التريبل، ايه يا جدعان ده انا ابن ناس يا جدعان، وفعلا عمل التريبل وراح واخد عربيته ومشى. وطبعا لو نقول فيلم تيتو ده كان اول بطل يموت في السينما، يعني على جيل انا كان اول مره نشوف بطل يموت في السينما، بس لازم الدراما لازم يجي فيها، اللي يخطئ لازم ياخد عقابه في الاخر، ومات فعلا. وعلى فكره ساعتها المنتجين اتجمعوا عند اسعاد يونس وكانوا بيقولوا نموته، بس ده بيجيب احباط للناس ممكن ما يخشوش الفيلم تاني، بس كان لازم اللي عمل حاجه غلط ياخد عقابها، ومات فعلا تيتو في اخر الفيلم. بس احمد السقا طلع بالفيلم ده لخالد صالح عشان ياخده معاه بعد كده في 2005 لحرب ايطاليا، هو ونيلي كريم وخالد ابو النجا ومجدي كامل عشان ما انساش، ويعملوا لنا فيلم عظمه، والفيلم ينزل ويكسر الدنيا. ويجي في 2007 يعمل فيلم تيمور وشفيقه هو ومنى زكي، فيلم لذيذ وفيه اكشن، بس الفيلم ده حصل فيه كارثه كانت هتموت احمد السقا فعلا، هي غلطه مش مقصوده طبعا، بس فعلا كان هيموت. المشهد اللي كان المفروض مسافرين بره وهو بيحمي الوزيره اللي هي منى زكي، كان المفروض فيه مشهد واقف فيه بعد ما حرر كل الوزراء، ومفروض ان هو هينط من مكان عالي لميه تحت. اللي حصل ان كان مفروض واحد روسي ماسك الزراير بتاعت المتفجرات، المفروض ان هو هيفجر واحد واثنين
وتلاتة، ولما يفجر تلاتة احمد السقا هينط يقوم يفجر اربعة. الواد راح جاي مفجر واحد واتنين واربعة، فجأة السقا لقى في نار طالعة من تحت رجله، راح جاي ناطط على طول ظهره من ورا كله اتحرق. ولما نزل وطلع ما لقاش الناس بتسقف ولا بتقول هاي لا فركش ولا اي جملة من دي، يقولوا له هو انت لسه عايش؟ النار فعلا كانت هتموته، وهو قال اللي طلعني من الموضوع ده امي والناس اللي بتحبني. فيلم الجزيرة اللي بيحكي عن عزت حنفي وازاي الجبروت بتاعه قدام الحكومة، الفيلم ده بنفسه قال انا استغنيت عن القوة العضلية وبقيت بمثل بوشي فعلا لاني كنت خايف ان الناس ما تتقبلش ده. وفعلا مين يقدر ينسى مشهد من النهاردة ما فيش حكومة انا الحكومة. احمد السقا تألق على نفسه في الفيلم ده، يقعد 2008 ما ينزلش حاجة عشان في 2009 يجيب ملحمة ابراهيم الابيض هو والنجم الكبير الله يرحمه محمود عبد العزيز. احمد السقا ما كانش مصدق ان محمود عبد العزيز وافق على الدور ده، وده ذكاء خد بالك. والفيلم نزل عبد الملك زرزور مع ابراهيم الابيض، حورية هند صبري وعمرو واكد. السقا دايما بيجيب معاه اللي يسنده، تحس ان هو يعني ما عندوش عقدة ان انا اجيب واحد موهوب قوي فيغطي عليا. في مافيا كان جايب معاه مصطفى شعبان، وفي ابراهيم الابيض كان جايب معاه عمرو واكد، دايما بيجيب نجوم تقيلة. وصراحة الفيلم نزل كان بيقولوا فيه دموية وفيه وفيه، بس الفيلم انا عايز اقول لك ان هم كانوا بيصوروا في اماكن حقيقية، كل الاماكن الشعبية دي حقيقية. والسقا والكرو بتاعه طلعوا من الناس دي في دلوقتي 20 واحد شغال في الصناعة، ناس محترمة جدا مؤدبة جدا. السقا بيقول لك ما تعرضناش لاي مضايقات خالص، يعني كان بينزل يتعرف على الناس ويقول لهم احنا جايين نصور، بيجيب الكبير بتاع المنطقه احنا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، والناس كانت متفهمه جدا. والفيلم نزل ومن ضمن المشاهد برضو الموت الاكشن في الفيلم ده، شفت بعتني جامع عشري وبعد كده بتيجي رجاله عبد الملك زرزور تولع فيه. المشهد ده السقا كان المفروض هيجي دوبلير هو اللي يعمله، هو صمم ان هو يعمله، كان معاه اندرو ماكيندي اللي كان جايبه معاه وبيعمل له كل شغله. قال له انا دلوقتي المفروض ان انا بموت عشان حريه وعشان بدافع وعشان وعشان، لازم انا اللي اعمل المشهد. وفعلا بعته جابوا له بدلتين، البدله دي رفيعه خالص بيلبسها تحت هدومه، لما يولعوا فيه يقعد لمده 11 ثانيه بس معفي من النار دي، يعني ما تولعش فيه، بعد 11 ثانيه كل سنه وانت طيب هتمسك فيك انت، فاهم؟ شفت المشهد اللي هو جالك ده طويل على الشاشه، المشهد ده اتصور على كذا مره في 11 ثانيه بس. ويجي مروان حامد يعمل المشهد ويلا، واتفقوا مع السقا ان هو بعد 11 ثانيه اندرو ماكنزي هيقول له نام على الارض. لما ابتدى المشهد وولعوا فيه اندمج زياده عن اللزوم، بقى اندرو ماكنزي يقول له نام على الارض وهو مش سامعه اصلا. خلص المشهد والحمد لله على السلامه يا سقا وهاير وبرافو. يجي مروان حامد لو سمحت يا سقا ممكن نعيد المشهد تاني، بس مش ده الغريب، الاغرب ان سقا يوافق وعاد المشهد لتاني مره وولعوا فيه تاني. ايه يا عم هو انت مالكش اهل يسالوا عليك؟ ويجي بعد كده يعمل لنا فيلم كوميدي اللي هو فيلم ابن القنصل، بيتكلم عن النصب تحت الستار الديني، عمل عظمه هو وخالد صالح وغادة عادل، بس خالد صالح الله يرحمه ما كانش بيعمل حاجه وحشه. احمد سقا عمل دور في الفيلم ده فعلا عبقري، بس يجي بعديها وينزل لنا الملحمه اللي هي بتاعه المصلحه هو واحمد عز، اتنين ديوب بيناقروا بعض والاتنين نجوم، بس احمد عز محترم قال لك السقا هو اللي سابقني انا جاي في فيلم السقا، احمد السقا برضه محترم قال انا جاي في فيلم عز، بس سيبنا من المجاملات دي، الفيلم نزل كسر الدنيا. يسكت؟ لا، يعمل لنا فيلم كوميدي، فيلم بابا. احنا ما اتكلمناش عن فيلم العشق والهوى، الفيلم ده مهم جدا، احمد السقا عامله هو ومنى شلبي وطارق لطفي، الفيلم ده اتعمل لما هو كان قاعد واتفرج على فيلم سهر الليالي، جات له غيره فنيه كده اللي هي الغيره الشرعيه الغيره الحلال، وقال انا عايز اعمل فيلم عن كده. كان السقا هدفه في دماغه ان هو ما هو بعد كده لما هيكبر كل حاجه هو مش جاي عشان يتنطط، انا جاي عشان امثل، كده كده هكبر والحته دي هروح لها بمزاجي، اروح جاي اعمل لنا فيلم عن العشق والهوى. الفيلم ده ناس كتير حبته، وفي ناس قالت لك السقا مش لايق عليه انه ما عجبوش انه يعيط وبتاع، بس الفيلم نجح. على فكره فيلم تيتو فكرته جايه ان احمد السقا كان قاعد ولقى في برنامج حديث المدينه بتاع مفيد فوزي ولد اسمه بصله عنده 7 سنين وعمل كل حاجه، انت متخيل؟ فالسقا وهو قاعد قال لمحمد حفظي كان معاه هو وطارق العريان، قال له تخيل الولد ده لما هيكبر اكيد حاجه من الاثنين، يا هيبقى مجرم يا طبيعته هتاخده ان هو هيبقى عايز يبقى نظيف بس مش عارف. ومن هنا جت فكره تيتو. على فكره نرجع تاني لموضوعنا للمصلحه اللي عمله، وبعد كده فيلم بابا فيلم كوميدي بحت واتكلم عن الانجاب، وعلى فكره كان بيتكلم عن الحقن المجهري، وفي ناس كتير عرفت الموضوع ده وخلفت بسبب الفيلم ده فعلا. يجي بعد كده ملحمه الجزيره 2 هو ونضال الشافعي، وطبعا ما نقدرش ننسى ان اللي تقل فيلم الجزيره 1 الاستاذ الكبير محمود ياسين، باسم السمره العبقري اللي عايز حلقه لوحده ده. احنا بس بنقول اعمال احمد السقا يا جماعه ده تاريخ، حاجته كتيره جدا، بس يعني عشان لما بلاقي ناس بتقول السقا ولا رمضان السقا ولا فلان، يا جماعه ده لسه عامل 3-4 افلام، ده حاجته ما ينفعش يتقال في فيديو، انا لو مسكت كل فيلم فصصته الفيديو هيبقى مدته ساعة. انا بقول لكم اعماله كده على السريع. يجي بعد كده يعمل لنا الجزيره 2 وينط بعديها
عليها على هروب اضطراري هو وامير كراره عشان يعمل فيلم يجيب اعلى ايرادات في السينما المصريه. وبرضه فيلم هروب اضطراري ده كان عندهم مشهد مفروض ان هم بيهربوا وهم جوه عماره بيطلعوا من بلكونه ينطوا على عمود اللي هو زي بتاع كهربا ده ولا بتاع اتصالات موبايلات حاجه كده. جه محمد السبكي بيقول لامير كراره والغاده عادل ومصطفى خاطر واحمد السقا هيجيب ستانت يعني دوبلير يبقى مكانه ومين هيطلع. طب ايه الحكايه؟ طلع ان البلكونه دي في الدور ال 47 فامير كراره راح جاي يقول له بص يا حاج محمد احنا من الاول كده يا اما تجيب لي دوبلير يا اما انا هسيب الفيلم انا عندي فوبيا اصلا. وغاده عادل نفس الكلام ومصطفى خاطر مين اللي على الله حكايته وقال انا هطلع بنفسي؟ احمد السقا. ولما احمد السقا يطلع الدور ال 47 بالك هو اصلا ما طلعش من البلكونه على البرج وطلع من تحت بايده رابط في وسطه حزام لما بيتعب عشان الموضوع صعب جدا. هو طلع في ساعتين الا ربع نزل في ربع ساعه بس طلع في ساعتين الا ربع. لما بيتعب وهو طالع بيقوم جاي معلق الشنكل ده ومريح ايده عشان خاطر يعني عضلات ايده بتوجعه وهو الوحيد اللي طلع بنفسه. وطالما السقا طلع راح مطيرين بقى طيارات والدنيا خلاص بقى كاميرات تطلع فوق السقا بنفسه طلع فوق عمل المشهد بنفسه الباقي كله كان دوبلير. امير كرارة عمل ان هو كان مستنيهم تحت. فيا جماعه احمد السقا تاريخ. احنا ما اتكلمناش عن مسلسلات ولاش عن اي حاجه غير بس افلام وكده. احمد السقا ابن الاستاذ صلاح السقا مدير مسرح العرايس اللي عمل الليله الكبيره. اللي مش عارف الليله الكبيره دي يروح يسال والده ووالدته يقول له هو ايه الليله الكبيره بتاع مسرح العرايس هيفهمك. جده برده عبده السروجي اسال والدك ووالدتك. احمد السقا يا جماعه من التسعينات وهو بيمثل مش لسه جاي جديد. ما لاقيش حد بقى طالع لي ويقول لي هو ولا محمد رمضان والحاجات المستفزه. بصوا انا الصراحه مش عارف الفيديو كده حلو ولا لا بس انا ما رضيتش اطول عشان خاطر الفيديو لما بيطول الناس بتمل. بس في الاخر لو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم هتلاقيني عامل حلقات كتير عن نجوم كتير. ولو بتحب تتابع الاخبار برضه خش اشترك عندي في القناه لان هتلاقيني بنزل شورتس كتير. سلام.